لا من مروان حطها اي حاجة ترجع لحسين الشحات يلعب واحدة طويلة وعميقة وخطيرة وهوبا والهدف هلا 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 يا ولد يا لعيب يا حمدي يا فتحي يا لعيب حلوة 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 التمريرة روعة الروعة التمريرة دوا التمريرة دوا اتعملت كروس روعة 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 في طلوع محمد الشناوي قال له خليك يا حبيبي مكانك أحسن لك فعلا حط راسه من فوق الشناوي روعة 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 الهدف ده على خمس لكن بصوا جمال حسين الشحات روعة وحط راسه روعة الروعة في لحظة خروج أحمد الشناوي هوبا حلوة 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 2-1 في توقيت روعة الروعة وفي نهاية الشوط الأول الإضافي روعة روعة من حسين الشحات وأروع وأروع من حمدي فتحي وخروج غير موفق تماما من أحمد الشناوي لكن هذه كرة القدم تبنى الأهداف على الأخطاء خروج الحقيقة لأحمد الشناوي ما كانش مال يهدومه في الخروج اللي خرجها حمدي فتحي وهو يقفز فوق الحواجز فوق الحواجز ورا منه الشحات كله هيلعب في المدرجات لكن روعة 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 هدف من